اليوم كيقدم نادي الوداد الرياضي درس، المنخرطين اليوم كيقدموا درس في حب الفريق، تيقدموا درس في الإحساس بالمسؤولية. اليوم كان يوم تاريخي، لأنهم لم يحصل في تاريخ الجموع العامة أو تاريخ في تاريخ الفرق أنه تمكننا فريق أو تمكن فريق من الفرق أنه ينضم أربعة ديال الجموع العامة، وكتمر في جو من الشفافية، جو من المسؤولية والاعتراف، الاعتراف بمكامل الخطأ، الاعتراف بأخطائنا، الاعتراف بنقائصنا، ولكن الإيمان بقوتنا، بقوة طموحنا، طموحنا كوداديين وكجمهور ديال الوداد البيضاوي. اليوم عبروا المنخرطين من خلال انتخابهم بكل حرية على جميع الملاحظات فيما يخص لا التقارير الأدبية ولا التقارير المالية ولا حتى في مجال التصويت على الإخوان اللي تحمل المسؤولية في هذه المدة. اليوم كنظن خصنا نعتزوا كوداديين، نعتزوا بأننا اليوم كنسجموا مع التطور اللي كتعرفوا كرة القدم الوطنية واللي سهر عليها صاحب الجلالة، بغى يجعل من كرة القدم الوطنية ويجعل منها أنها رافعة للتنمية، ماشي غير فقط للرياضة، رافعة للتنمية. اليوم كنبرهنوا مرة أخرى بأننا فعلا نادي الوداد هو قاطرة كرة القدم الوطنية. ربما يمرض، ربما يتعرض لهفوات، ولكن يبقى قوي، يبقى صامد، يبقى في مستوى التطلعات ديال الجمهور ديالو وديال التاريخ ديالو، لأن تاريخ الوداد كيفرض عليهم، كيفرض على جميع الجماهير أنها التأمت في هذه المرحلة الصعبة وخرجت منها الحمد لله بأقل الأضرار وبرؤية مستقبلية. اليوم كنا جعلنا من الشعار ديال هذا الجموع العامة هو نحو نموذج رياضي جديد. فعلا هذا النموذج الرياضي اليوم اللي تبنات واللي غنتبناوه واللي غادي تبرز وغادي نقدمه ان شاء الله في المستقبل القريب، الخطوط العريضه ديال هذا البرنامج اللي هو برنامج يستشري في المستقبل، كيحاول يجعل من هذه المؤسسه فعلا مؤسسه احترافيه تقارع كبار العالم، لاننا اليوم احنا مقبلين في 2025 على المشاركه في كاس العالم، نقارع اكبر واعتاد الفرق على المستوى العالمي، خصنا نكونوا في مستواها. احنا اليوم ان شاء الله احنا كنعرفوا راسنا نكونوا سفراء ديال كره القدم الوطنيه في واحد المرحله صعبه جدا، ولكن سنتسلح اولا بتنظيم احترافي مسؤول، وان شاء الله نتمنوا التوفيق، وهذا بفضل اولا الجماهير ديالنا، لانها جماهير متعطشه للالقاب وجماهير في مستوى التحديات اللي كتلاقيها. شكرا.